بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. فتاوى الصيام. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، يطيب لنا في هذه الليلة، ليلة 29 من شهر شعبان لعام 25 و400 ألف من الهجرة النبوية، أن نلتقي بسماحة الشيخ الوالد صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي لبى الدعوة مشكورا رغم كثرة مشاغله وارتباطاته. وسوف يلقي علينا الشيخ وفقه الله كلمة توجيهية ريثما تأتي أسئلتكم واستفساراتكم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء، وأن يبارك في عمره، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن أترك المجال لفضيلته فليتفضل أثابه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه فرصة طيبة في وقت مبارك ومكان مبارك إن شاء الله، هذا اللقاء الذي تيسر بمناسبة قدوم شهر رمضان الذي هو أفضل الشهور. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصمه. هذا الشهر العظيم وهو الشهر التاسع من شهور السنة جعله الله موسما للمسلمين يتزودون فيه من الأعمال الصالحة والأجور، ويتوبون إلى الله من السيئات والأوزار، فيجود الله عليهم بمضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. وقد ذكر الله من مزايا هذا الشهر أنه أنزل فيه القرآن، فهذا شرف عظيم لهذا الشهر أن الله خصه بإنزال القرآن. ومعنى إنزال القرآن فيه أنه ابتدأ فيه إنزال القرآن ثم توالى بعد ذلك، وليس معناه على الراجح بل على الصحيح، ليس معناه أن القرآن أنزل جملة واحدة في هذا الشهر، وإنما معناه أن الله ابتدأ إنزاله على هذا الرسول، لأن القرآن نزل مفرقا في خلال 23 سنة، وهي عمر الرسالة المحمدية التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وكان القرآن ينزل عليه مفرقا. ولهذا رد الله على المشركين اقتراحهم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. قال الله جل وعلا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى ردا عليهم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه منجما. والترتيل معناه التتابع، رتلناه أي أنزلناه متتابعا في أوقات متفرقة من أجل
التخفيف على الأمة في التكاليف الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين شيئا فشيئا حتى تكامل عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن والإسلام لم يفرض جملة واحدة بأحكامه ولا بأركانه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، فأول ما بدأ به من أركان الإسلام الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علما وعملا وتحقيقا. وفي آخر هذه الفترة المكية فرض الله الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ليلة المعراج، ليلة المعراج قبل الهجرة بزمن يسير. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الزكاة وهي الركن الثالث، والصيام وهو الركن الرابع. ثم في نهاية الفترة المدنية وهي 10 سنوات في نهايتها فرض الله الحج وهو الركن الأخير الخامس من أركان الإسلام. فجاء التشريع الإسلامي متدرجا شيئا فشيئا تخفيفا على الأمة من أن يفرض عليها جميع الأحكام دفعة واحدة. هذه حكمة الله جل وعلا ورحمته بعباده. فالمراد من هذا أن القرآن لم ينزل جملة واحدة في شهر رمضان، وإنما ابتدأ إنزاله وفي أي من الشهر هذا في ليلة القدر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر، كما في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالليلة المباركة التي ذكرها الله في أول سورة الدخان هي ليلة القدر التي ذكرها الله في سورة القدر، أي ليلة واحدة، وهي في شهر رمضان قطعا. فهذا معنى قوله أنزل فيه القرآن، وهذه ميزة لهذا الشهر، ولهذا يسمى شهر القرآن، لأنه يستحب الإكثار من تلاوة القرآن فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن مع جبريل في شهر رمضان. كان الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن في شهر رمضان أكثر من غيره، بل كانوا يتفرغون من تدريس العلم في الحلقات ويقبلون على تلاوة القرآن في المساجد. هكذا كان هدي السلف الصالح في رمضان. فهذا الشهر هو شهر التلاوة، شهر القرآن. والميزة الثانية التي ذكرها الله في هذه الآية أن الله فرض صيامه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومعنى شهد يعني كان حاضرا ليس مسافرا، فالحاضر يجب عليه الصيام، أما المسافر قد رخص الله له في الإفطار والقضاء. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالله جعل صيام هذا الشهر ركنا من أركان الإسلام الخمسة، وهذا مما يدل على فضله وشرفه من بين الشهور. ومن شرف هذا الشهر أيضا أن الله جل وعلا
شرع لعباده قيام رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهو شهر القيام في الليل، وشهر الصيام في النهار، شهر التلاوة وذكر الله عز وجل في آناء الليل والنهار، فهو شهر مبارك بجميع أوقاته ولحظاته ولياليه وأيامه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من فضائل هذا الشهر أن الله يكفر به الذنوب التي دون الكبائر، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. الصغائر لها مكفرات، منها هذا الشهر، ومنها الصلوات الخمس. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا الحديث الصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر إنها لا تكفر إلا بالتوبة أو بعفو الله عن صاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال: ما اجتنبت الكبائر. يغلط بعض الناس فيظن أن شهر رمضان أنه يكفر الذنوب جميعا، وهذا غلط، وإنما يكفر الصغائر فقط. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة أو بعفو الله عنها عن صاحبها. فبالجملة أن هذا شهر عظيم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، فرض الله عليكم صيامه، وسننت له ولكم قيامه. ووصفه بأنه شهر عظيم وأنه شهر مبارك، وهذه مزايا عظيمة لهذا الشهر لمن وفقه الله وعرف قدره واستغل وقته. أما من حرمه الله فإن هذا الشهر يأتي عليه كغيره من الشهور، وهو في غفلته وهو في تفريطه وسيئاته، فلا يستفيد من هذا الشهر لأنه حرم نفسه من فضائله ولم يتنبه له ولم يعبأ به، فلم يستفد من هذا الشهر. ولهذا جاء في الحديث: ومن أدركه شهر رمضان فلم يغفر له ومات فأبعده الله، مات ودخل النار. فالذي أدركه هذا الشهر ولم يغفر له، بسبب ماذا لم يغفر له؟ لأنه هو الذي لم يسعى في سبب المغفرة. المغفرة لها أسباب، فهو لم يعمل الأسباب ولم يستفد من هذا الشهر ومن أيامه ولياليه. كثير من الناس ينشطون في هذا الشهر على الشهوات والملذات والمآكل والمشارب والسهر والنوم في النهار، السهر في الليل
على القنوات والفضائيات والمسرحيات والتمثيليات والجوائز المالية، ثم ينامون في النهار عن الفرائض، ألا يصلون الفرائض في أوقاتها؟ فهم ضيعوا هذا الشهر، بل ضيعوا الفرائض التي هي الصلوات الخمس التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فماذا جنوا من هذا الشهر إلا مضاعفة الآثام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحرمان. فالإنسان هو الذي يهلك نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإنسان هو الذي يزكي نفسه بالطاعة والتقوى، أو يدسيها ويدنسها ويدسها في التراب، بدل أن يرفعها بطاعة الله يخفضها ويذلها ويهينها في المعاصي والسيئات. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تيسير اليسرى له أسباب، أعطى المال في طاعة الله وأنفق، واتقى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه، لأن ذلك يقيه من عذاب الله. اتقى عذاب الله، اتقى غضب الله بطاعته وترك معصيته. أعطى واتقى وصدق بالحسنى وهي الجنة، آمن بالآخرة والبعث والنشور، وآمن بالجنة والنار، هذا ييسره الله لليسر. وأما من بخل هذا في مقابل أعطى واستغنى، أي استغنى عن الله سبحانه وتعالى، هذا في مقابل اتقى، استغنى عن الله ولم يتقي. وكذب بالحسنى، كذب بالآخرة والبعث والنشور، أو أنه يؤمن بالبعث والنشور لكنه لا يعمل له، نسوا الله فنسيه، فهذا ما يستفيد من شهر رمضان. وإن كان آدميا عاقلا يعيش مع المسلمين ويسكن مع المسلمين واسمه محمد أو عبد الله أو فلان، ما يستفيد من شهر رمضان، لأنه هو الذي ضيع الفرصة وترك العمل واتبع الشهوات، كما قال تعالى: أخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فالواجب علينا جميعا أن نتنبه لأنفسنا قبل فوات الأوان، وأن نستدرك هذا الشهر وغيره من أيامنا في طاعة الله عز وجل. فليس لك من هذه الدنيا، ليس لك من هذه الدنيا إلا أيامك التي تعيشها منها وهي قليلة، ثم هذه الأيام التي تعيشها ليست لك إذا ضيعتها، ليست لك أيضا، لأنها هي مدة المهلة التي أعطاك الله، فإذا أهملت المهلة ضاعت عليك الحياة كلها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فأنت وعملك في رمضان وفي غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنت انظر لنفسك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. فأنت مع نفسك، وهذه مهلتك في هذه الدنيا، بماذا
بماذا تصرفها وبماذا تعمل فيها، فأنت الذي ترفع نفسك أو تخفضها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاغتنام أوقاته وساعاته بالطاعة والتوبة والاستغفار، وأن يكون هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا عند الله سبحانه وتعالى، وأن نقدر لهذا الشهر قدره ونعرف له قيمته، ولا نكون من الذين ضيعوه فضاعوا وما مضت عليهم الأعمار من غير استفادة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، قال الله جل وعلا كلا، ليس هناك رجوع. فأنت ونفسك وهذه حياتك، فانظر في عملك. والحمد لله أن باب التوبة مفتوح، فمن كان مضيعا ومفرطا فأمامه فرصة التوبة، فإذا تاب تاب الله عليه ولم يغلق الله عليه الباب، بل فتح له باب التوبة. فعلى المفرط والمضيع أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، وأن يصلح العمل، وأن يتدارك أيامه ولياليه وبقية عمره ليختم له بالخاتمة الحسنى فيكون من أهل الجنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمع قوله فيتبع أحسنه. وردت كثير من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقوم بعض أئمة المساجد في رمضان بقراءة القرآن في الصلوات الجهرية مربوطة بقراءته في صلاة التراويح، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا العمل محدث، هذا عمل محدث، ولا يكفي هذا عن فضيلة قراءة القرآن في قيام الليل. المشروع في هذا الشهر أن يقرأ القرآن من أوله وآخره في قيام الليل، صلاة التراويح، صلاة التهجد، وأن يختمه على الأقل ختمة واحدة، وإن ختمه أكثر أو أحسن. وقد أدركنا من أدركنا من مشايخنا وأئمتنا أنهم يختمون القرآن في قيام الليل في شهر رمضان 3 مرات، والله أدركناهم يختمون القرآن في قيام رمضان 3 مرات ويشرعون في الرابعة، ولكنهم كانوا يتعبون ويصبرون على قيام الليل ويحفظون وقتهم، وهم مغتبطون ومسرورون ولا يتعبون من ناحية النفسية، وإن تعبوا من ناحية البدن إلا أنهم من الناحية النفسية مرتاحون وفي سرور وفي نعمة وغبطة. وأما نحن فأصبحنا إذا جاء رمضان كأن أمامنا سجن، نريد المخارج ونريد، ومن ذلك هذا المخرج الذي يسلكه بعضهم، وهو أنه يحتسب قراءته في الصلوات الفرائض يحتسبها من صلاته في قيام الليل، وهذا غلط. وبعضهم يحتسب قراءته وهو جالس في المسجد يحتسبها من قراءة قيام الليل، وهذا كسل وخمول. ما الفرق بين اللي يختم القرآن 3 مرات في هذا الشهر في صلاة الليل والذي ما يختمه ولا مرة واحدة أو يرقعه من هنا وهناك ويحتسب أشياء ليست داخلة في قيام الليل؟ هذا من الإحداثات ومن الحيل التي لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا احتاج المريض إلى التبرع بالدم فهل يجوز لغيره أن يتبرع له في نهار رمضان؟ إذا بلغت الحالة الضرورة
ويخشى عليه من الهلاك فيتبرع له، لأن هذا من إنقاذ الإنسان من الخطر ومن الهلاك. أما إذا كانت حالته مستقرة وإنما يراد الدم لتقويته أو لي فهذا لا، لا يفسد صيامه، لأن ما فيه ضرورة، لأن سحب الدم يفسد الصيام، فلا يجوز إلا عند الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: توجد ظاهرة بين أوساط بعض الشباب الأخيار، وهي أنهم يتقصدون بعض أئمة المساجد للصلاة خلفهم، ونتيجة لهذا التجمع أصبح بعض هؤلاء الأئمة يطيلون القراءة إطالة واضحة في صلاة الفريضة، ويبالغون في وضع أجهزة المحسنات الصوتية، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ هذا في الحقيقة فيه محذوران. المحذور الأول أن هذا من التذوق، تذوق الأصوات، ما هو برغبة في الصلاة وإنما هو تذوق للأصوات، صوت فلان أحسن من صوت فلان، وما جاء رغبة في الصلاة وإنما جاء ليسمع الصوت فقط. الناحية الثانية أن هذا يحمل بعض الأئمة على المباهات، فإذا رأى الناس يجتمعون عليه فإن هذا يزيده إعجابا في قراءته، ربما يتكلف في القراءة ويتكلف في تضخيم الصوت، وهذا يخرج العبادة عن كونها ذلا وخضوعا واستكانة لله إلى كونها مباهاة ورياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسلمون يصلون في المساجد ويحيون المساجد، وكل إنسان يصلي في المسجد القريب منه لأجل يعمر المسجد، وأيضا هذا فيه إساءة إلى أئمة المساجد الذين يتركهم جيرانهم، أئمة المساجد الذين يتركهم جيرانهم ويذهبون إلى المساجد الأخرى، فهذا يحدث في نفس نفسية الإمام، يحدث فيها نوعا من الهضم، وربما يكون في نفسه أنهم يلاحظون عليه شيء أو أنهم يرون عليه شيء مخل بالصلاة، ويتركه الناس من أجل ذلك. فإذا رأوا هذا يذهب وهذا يذهب وترك هذا الإمام وهذا المسجد، قال الناس: ما فعلوا هذا إلا لأن الإمام فيه شيء أو عليه ملاحظة. فينبغي للمسلمين أن يتقصدوا في هذا الأمر، وأن يتركوا عنهم المباهات، وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من نام ليلة الشك ونوى إن كان من رمضان فهو صائم، هل تصح نيته وصومه أم لا بد من القضاء؟ لا، ما يصلح هذا. نص الفقهاء على أنه إذا قال إن كان قال أنا بصوم الليلة، فإن كان من رمضان فهو من رمضان، وإلا فهو تطوع. نص الفقهاء على أن هذا لا يجزي عن الفرض، لا يجزي عن الفرض. وإن قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، كذا قالوا، لأن النية يشترط فيها الجزم، ما يكون فيها تردد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل مسافر في شهر رمضان وأفطر ثم وصل إلى بلده مع صلاة الظهر، فهل عليه أن يمسك بقية يومه؟ لا شك أنه يمسك بقية اليوم. كل من كان مباحا له الإفطار في أول النهار ثم زال عذره، فإنه إذا زال عذره يمسك بقية اليوم. من ذلك المسافر إذا قدم، والصغير إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والحائض إذا طهرت، والنفس إذا طهرت في أثناء اليوم، كلهم يلزمهم الإمساك بقية اليوم احتراما للوقت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، فما معنى هذه المدارسة؟
معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، يعرض القرآن على جبريل في كل شهر من شهور رمضان. وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم كان يعرضه على جبريل مرة واحدة في شهر رمضان، إلا في السنة الأخيرة فقد عرضه عليه مرتين، عرضه على جبريل مرتين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الأفضل في شهر رمضان قراءة القرآن أم القراءة والحفظ وتعهد ما تم حفظه من القرآن قبل شهر رمضان أثابكم الله؟ كونه يمر على القرآن كله ويقرأ القرآن كله أفضل من أنه يحفظ بعض آيات يرددها ولا يكثر من التلاوة. الحفظ يجعل له وقتا آخر، ويجعل رمضان لدراسة القرآن من أوله إلى آخره، هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال شبيه بالذي قبله، يقول السائل: هل الأفضل قراءة القرآن في المسجد أم في البيت؟ كله ولله الحمد كله خير، ولكن قراءته في المسجد أفضل اقتداء بالسلف، لأن السلف كانوا يحضرون في المساجد ويحضرون المصاحف ويقرؤون القرآن في المساجد ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، لأن الذي يجلس في المسجد يكون عليه سكينة وعليه طمأنينة ويبتعد عن أشغال الدنيا ولا يغتاب أحدا، لأنه إذا جلس في بيته ربما يأتيه هذا وهذا ويشتغلون بعراض الناس، فلان كذا، فلان قصير طويل، فلان بخيل إلى آخره. إذا جلس في المسجد ما يجيه أحد للغيبة، لأنه يعلم أنه ما جاء للمسجد إلا ليتفرغ للعبادة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يقوم بعض الجيران في أثناء رمضان بالإفطار الجماعي في المسجد بقصد التواصل وتقوية الرابطة بينهم، فما رأي فضيلتكم؟ هذا شيء لم يعمله السلف، أنهم كانوا يتقصدون الاجتماع على الإفطار في رمضان ولا في غيره. أما إذا كان الغرض من هذا هو من أجل أن يفطر عندهم الفقراء والمحتاجون، فهم يعرضون الإفطار في المسجد لأجل المحتاجين والفقراء، فلا بأس. أما إذا كانوا يجتمعون هم وحدهم ويقولون هذا فيه فضيلة، هذا ليس من عمل السلف. نعم. أحسن إلا إذا كانوا معتكفين في المسجد، إذا كانوا معتكفين في المسجد لا بأس أنهم يجتمعون على الإفطار أو على العشاء، لا بأس. أما أنهم يجون للمسجد علشان الإفطار فقط وليس هذا لغرض إطعام المساكين، هذا شيء غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال أحد طلبة العلم إنه خرج لترائي طلوع الفجر فوجد أن التقويم يسبق طلوع الفجر بنحو ربع ساعة، فما توجيهكم أثابكم الله؟ هذا غير صحيح، وهذا تشكيك في العبادات، وهذا ما هم من شؤون هؤلاء، هذا من شؤون أهل العلم ومن شؤون ولاة الأمور. والتقويم ولله الحمد تقويم منضبط وعليه لجان متخصصة تراقبه وتدقق فيه، وما أدركنا عليه خطأ، إلا إن كانوا يريدون بطلوع الفجر الإسفار، يعني يسفر الجو نهائيا وتشوف البعيد، هذا ما هو بطلوع الفجر، هذا يسمى الإسفار. أما طلوع الفجر، الفجر الثاني الذي المعترض، البياض المعترض في الأفق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس، يعني في ظلمة، بحيث أن الرجل ما يعرف جليسه، وكان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم عرف الرجل جليسه، فهو يدخل فيها بغلس، يعني بظلمة تبكير، وينصرف فيها بعد الإسفار حتى إن الرجل يعرف جليسه. ونحن نشاهد يؤذن الفجر على التقويم، ثم ينتظر الإمام ثلث ساعة أو أكثرهم نصف ساعة، تقام الصلاة ونخرج من المساجد، وإذا بالإسفار واضح جدا، فلو كان التقويم سابقا لما حصل هذا،
التطبيق يدل على أن التقويم دقيق، ولا يجوز لهؤلاء المتطفلة أن يتكلموا في أمور الدين وأمور العبادات يشوشون على الناس في هذا الأمر. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من صام شيئا من رمضان قبل التكليف ثم كلف وبلغ مرحلة التكليف في بعض رمضان؟ نعم، إذا بلغ الصغير في أثناء رمضان يصوم بقية الشهر الذي بعد التكليف بعد البلوغ ويكون فرض له، وأما ما قبل البلوغ من أول الشهر فليس فرضا عليه، لا يلزمه قضاؤه لأنه غير مكلف. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل النية للصيام تشمل كل ليلة من ليالي رمضان أم تكفي نية واحدة لأول ليلة، وهل هذا يشمل قضاء؟ نعم، لابد من النية لكل ليلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية أو يجمع النية من الليل، وهذا في جميع الأيام سواء كان فريضة أو نافلة، فينوي لكل يوم نية مستقلة، وإذا قام في آخر الليل وحضر السحور وأكل هذا دليل على النية، هذا دليل على النية، قيامه وتسحره هذا دليل على النية. ولا يجوز أنه يقول نويت، يتلفظ بالنية نويت أن أصوم. النية معناها أن الإنسان يقوم ويأكل ويشرب لأجل أن يصوم، هذه هي النية. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ احتجم وهو صائم يقولون غلط، ما هي منضبطة. الصحيح احتجم وهو محرم، هذه هي الرواية الصحيحة. أما رواية احتجم وهو صائم فهي وهم، وإن كانت في البخاري فهي وهم، ولذلك الإمام مسلم أعرض عنها ولم يروها. هذا ما نص عليه الإمام أحمد، أن رواية أفطر احتجم وهو صائم وهم، والصواب احتجم وهو محرم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الأفضل كثرة قراءة القرآن أم قلة القراءة مع التدبر في شهر رمضان؟ نعم. يقول السائل: هل الأفضل كثرة قراءة القرآن أم قلة القراءة مع التدبر في هذا الشهر؟ الحمد لله، لا يتنافى التدبر مع كثرة التلاوة، ما يتنافى هذا، بل كل ما كرر التلاوة زاد التدبر عنده وحضور القلب، فلا تنافي بينهما حتى يقال أيهما أفضل. نعم، فيقرأ بتدبر ويكثر. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: هل الأفضل للمأموم أن يشفع الوتر مع الإمام ليوتر آخر الليل؟ نعم. هل الأفضل للمأموم أن يشفع الوتر مع الإمام ليوتر آخر الليل أم يوتر معه؟ يجوز أنه يشفع الوتر ويوتر آخر الليل إذا قام آخر الليل، والأحسن أنه ما يشفع، أنه يوتر مع الإمام ويكفي، ويقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر، وصلاة المغرب هي وتر النهار، ومع هذا يصلى بعد الراتبة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل لصلاة التراويح والقيام حد معين، وما نصيحتكم لأئمة في كيفية أدائها؟ نعم، ليس لها حد معين، كما قرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لم يثبت في تحديد صلاة التراويح عدد معين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حث على قيام رمضان ولم يحدد، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يقل كذا عدد كذا وكذا، وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، ولم يحدد، ورغب في قيام الليل ولم يحدد، وترك هذا الأمر للمسلم، فهو الذي يحدد لنفسه، إن أكثر فهو أعظم أجرا، وإن قلل فهو أقل أجرا، ويقوم ما تيسر له من الليل. ولكن الإمام بالذات ينبغي
إنه ما يحرم المأمومين من صلاة القيام في رمضان، بل عليه إنه يحرص على أن يستغل هذا الوقت لقيام الليل لنفسه وللمأمومين، يجتهد في هذا ويترك عنه الخوض والتشكيك، لأن بعض طلبة العلم ما لهم هم برمضان إلا القيل والقال، فلان مبتدع وفلان خالف السنة وفلان كذا. لا يا أخي، رمضان قيام رمضان ما فيه تحديد، فمن زاد لم يخالف السنة، ومن قلل العدد لم يخالف السنة، الأمر واسع في هذا. ولكن الشيخ تقي الدين رحمه الله نظرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 أو 13، ونظرا لكون الصحابة يصلون 23 في عهد عمر، 23 ركعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في وبمحضر المهاجرين والأنصار، قال رحمه الله: من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يزيد في العدد كما فعل الصحابة. فالصحابة زادوا في العدد وخففوا في الصفة رفقاً بالناس، قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، الكبير والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالإنسان إذا صلى منفردا يطول ما شاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد قام بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، أزود من 5 أجزاء في ركعتين، وكان ركوعه نحو من قيامه وسجوده نحو من قيامه عليه الصلاة والسلام، ولا يكمل الركعتين حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر. هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يطيق هذا؟ حتى إن حذيفة لما قام معه قال: هممت أن أجلس، وأدعى حذيفة بن اليمان يطول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يريدون أن يقلل العدد ويخفف الصفة، هذا خلاف السنة، يقلل العدد ويخفف الصفة هذا خلاف السنة. السنة أنه إذا طول الصلاة يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خفف الصفة فإنه يزيد في عدد الركعات كما فعل الصحابة. هذا هو العدل، هذا هو العدل، والوسط والاعتدال هو الخير. لكن لا نبدع من يصلي 23 كما يقول بعض الجهال، ما نبدع، هذا كله سنة ولله الحمد. اللي يصلي 11 سنة، اللي يصلي 13 سنة، اللي يصلي 23 سنة، اللي يزيد أو ينقص كله سنة. لا نقول فلان مبتدع كما يقوله بعض المجازفين وقليلي العلم والفقه في هذا الأمر. وكما قلت لكم إن بعض المنتسبين إلى طلب العلم همهم في رمضان القيل والقال والتشويش والتبديع، حتى إننا رأيناهم في المسجد الحرام، مع الأسف ما في المسجد الحرام، إذا قام الإمام إلى الخمس البواقي، لأنه يصلون 23 في الحرام، إذا قام الإمام إلى الخمس البواقي جلسوا يضحكون ويشربون شاهي ويقولون هذا هو السنة وهذا بدعة، الناس يعملون بدعة، ويضحكون ويشربون شاهي ويشوشون على الناس، رأيناهم يفعلون هذا الفعل. هذولا طلبة علم، هذا ما يجوز العمل هذا. لو أنهم على الأقل خرجوا من المسجد، لو خرجوا من المسجد راحوا لبيوتهم أو لأي مكان، أما أنهم يجلسون في المسجد يضحكون ويشربون الشاهي والمياه ويمزحون فيما بينهم ويقولون حنا من خالف المبتدعة، هذا شيء لا يجوز. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا سائل يسأل عن العمرة ليلة 27 من رمضان، هل لها مزية؟ لم يرد في تخصيص ليلة 27 بالعمرة دليل، وإنما اجتهاد من الناس، لأنها هي التي يتحرى فيها ليلة
القدر يتحرى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، فبعض الناس يقول بجيب العمرة في ليلة القدر يكون هذا أفضل، وهذا لا بأس. إن أراد يعتمر بأول رمضان أو في وسطه أو في آخره كله لا بأس، أما تخصيصه يقول إنه في ليلة 27 ولا يعتمر بغير ليلة 27 هذا لا دليل عليه. ثم أيضا ليلة 27 أصبح الخطر فيها شديدا، الزحام الكثير والشاق، حتى إن بعضهم يخلع الإحرام ويهرب من مكة ويترك العمرة بسبب الزحام والخوف من الخطر، خصوصا إذا كان معه نساء ولا أطفال، كثير منهم يخلعون الإحرام ويرجعون ثم يسألون بعدين حنا فعلنا كذا وكذا. طيب اللي حدكم على أنكم تروحون بهالليلة هذه ما هو؟ لماذا لم تروحوا في أول الشهر في وقت السعة أو في أول العشر أو في وسط رمضان؟ فأنتم الذين فعلتم هذا الذي لا أصل له، ثم أيضا تصرفتم هذا التصرف السيء. نعم. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: لقد تناولت دوائي بعد الفجر في رمضان وقضيت ذلك اليوم، هل علي كفارة؟ لا، الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان، أما الإفطار بغير الجماع فهو يوجب القضاء فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم السواك للصائم خاصة بعد الزوال؟ صحيح أنه لا بأس به للصائم بعد الزوال وقبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك مطلقا ولم يحدد. وأما حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم إنه يذهب خلوه فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، نقول لا، ما يذهب رائحة الصيام، لأن رائحة الصيام ليست في الفم وإنما هي تخرج من المعدة عند خلوها من الطعام، تخرج منها الروائح التي قد تكون مستكرهة من أثر الفراغ، فراغ المعدة، وهذا لا يذهبه السواك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لا يخفى على فضيلتكم تسلط شياطين الإنس في شهر رمضان من مشاهد التمثيليات وغيرها، يقول السائل: فما توجيهكم لطالب العلم في نصيحة من يشاهدون هذه الأمور الشهوانية خاصة إذا كانوا من أقربائه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنكروا المنكر بحسب استطاعتكم، وعظوا الناس، الناس يحتاجون إلى وعظ وتذكير، لأن عندهم غفلة وعندهم إعراض كثير وجهل، فإذا خوفتموهم وحذرتموهم ووعظتموهم وذكرتموهم فربما أن كثيرا منهم يتوب إلى الله عز وجل ويترك هذه الأشياء، أو على الأقل تبرئون ذمتكم. نعم. أحسن الله لكم. هذا السائل يقول: هل من كلمة توجيهية للنساء استغلال شهر رمضان؟ تكملة للجواب القريب هذا، أنا أرى أنه واجب على خطباء الجوامع أنهم يحذرون المسلمين من هذه المسلسلات وهذه التمثيليات في نهار رمضان، يعينونها بالذات التمثيلية الفلانية، المسرحية الفلانية، لأن بعض الناس يقول هذا بعض التمثيليات إنها جادة وفيها كذا وفيها كذا، فحذروهم من هذه، قولوا حتى ولو كانت جادة فرمضان أشرف من التمثيليات ويضيع عليكم الوقت، كيف إذا كانت هابطة؟ والغالب أنها هابطة، تمثيليات هابطة، فعلى أئمة خطباء المساجد أن يذكروا الناس في هذا الأمر وأن يحذروهم من هذه المسلسلات وهذه البرامج التي يتسلطون فيها في شهر رمضان، يعدونها مدة قبل رمضان، لأن الشيطان جندهم بهذا الأمر، وزاد الأمر شراً وفظاظة هذه الفضائيات الحادثة التي حدثت وهذا الإنترنت الذي حدث. فعلى خطباء المساجد واجب عظيم إنهم يحذرون الناس من هذه الأمور. أما ما ينبغي للمرأة في شهر رمضان، أن تتقي الله في شهر رمضان وفي غيره، لكن في شهر رمضان لأنها تخرج إلى المساجد
عليها أن تخرج متسترة، عليها أن تخرج غير متجملة، عليها أن لا تتطيب عند الخروج، عليها أن لا تخالط الرجال في الطرقات أو في الأمكن أو على الأبواب، عليها أن تتحفظ في نفسها، لأنها خرجت للعبادة، فلا يكون همها الزينة والتبرج والطيب والمباهات والنظر، جاءت فلانة بكذا، راحت فلانة بكذا، فعليها أن تتجنب هذه الأمور وتنشغل بالعبادة وبتقوى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، يعني غير متجملات، غير متطيبات، غير متبرجات. نعم. أحسن لكم. هذه جملة من الأسئلة تتعلق بالمرضى. يقول السائل: ما القول الراجح في قطرات الأنف والعين والأذن وكذلك بخاخ الربو والتبرع بالدم والتحليل والحقن الشرجية وكذلك إبرة الإنسولين لمن به مرض السكر؟ واحدة واحدة. أحسن. طيب. يقول السائل: القول الراجح في قطرة الأنف والعين. القطرة فيها خلاف الأنف والعين، لأنهم يقولون أنها تنفذ إلى الحلق، تذهب إلى المعدة، فاللي يستغني عنها لا يستعملها خروجا من الخلاف وحفاظا على صيامه. أما الذي يحتاج إليها حاجة ضرورية فعليه أن يستعملها، لكن إذا أحس بطعم في حلقه يلفظه، إذا أحس بوصول طعم إلى حلقه يتفله ويلفظه. نعم. كذلك يسعى عن بخاخ الربو. والله بخاخ الربو وفي فتوى من اللجنة الدائمة، إن كان القصد البخاخ العادي هذا، في فتوى من اللجنة الدائمة، لكن أنا أرى أنه لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة القصوى، يستعمله يقضي هذا اليوم، لأن الله أباح للمريض أن يفطر وهو يعتبر مريضا، فيستعمله ويقضي هذا اليوم الذي احتاج فيه إلى البخاخ. نعم. كذلك يسأل عن الحقن الشرجية. الحقن الشرجية كان بعض العلماء يفتون بأنها لا بأس بها، ولكن بعد ما سألنا الأطباء جاء التقرير بأن الحقن الشرجية أنها تدخل إلى المعدة وتتشربها الأمعاء، تتشربها الأمعاء كما تتشرب الطعام، فعلى هذا لا يجوز عملها في الصيام. نعم. كذلك يسأل عن إبرة الإنسولين التي يأخذها مريض السكر. الإنسولين اللي تحت الجلد لا بأس بها، لأن ما تذهب مع الدم ولا تذهب إلى المعدة ولا إلى الجوف، وإنما هي تحت الجلد، فلا بأس بها إن شاء الله. نعم. ويقول: التنفس الاصطناعي. كيف التنفس الصناعي؟ ما هو التنفس الصناعي؟ الأكسجين. ها؟ الأكسجين يفطر، لأن الأكسجين ماء ودواء وبخار. نعم. أحسن لكم. هذا السؤال ورد بعض الإخوة، يقول: أخرج بعض طلبة العلم مطوية مطبوعة خلص فيها إلى أن الذهاب إلى مكة للعمرة أو الحج في هذه الأيام محرما لوجود المنكرات وعدم الإنكار بزعمه، فما توجيهكم؟ هذا كلام جاهل في الحقيقة، ومبالغة وغلو في الحكم الشرعي، لا يجوز هذا الكلام. ومكة ما هي كما وصف، الحمد لله فيها تحفظ وفيها ضبط وفيها أمن وفيها رجال الهيئة في المسجد الحرام وفيها الجنود وفيها ضبط تام ولله الحمد. قد يحصل بعض الأمور غير مقصودة، الإنسان يتجنبها، أما أنه يحذر من العمرة ويقول أنها حرام وأن المسجد الحرام ضايع، هذا كلام مجازفة ولا يجوز الكلام هذا، وهذه المطوية يجب تمنع. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل للصائم، أن يشغل وقته بقراءة القرآن أم أنه يجعل له نصيبا وافرا لمراجعة بعض المتون العلمية؟ ثابكم الله. المتون العلمية يا أخي لها وقت آخر بعد رمضان، وعليك أنك تشغل رمضان في مدارسة القرآن، لأنه شهر القرآن. نعم.
وهذا سامي يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا بإيجاز مفسدات الصيام. مفسدات الصيام بإيجاز على قسمين: داخلة للجوف أو خارجة من الجوف. الداخلة إلى الجوف مثل الأكل والشرب والإبر المغذية والأدوية التي تبتلع من الحبوب وتذهب إلى الجوف، هذه تفطر الصائم، ومثل حقن الدم، إسعاف المريض بالدم، هذا يفطر لأنه يذهب إلى الجوف وإلى العروق. وأما الخارج من الجوف مثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، لأنه يضعفها ولا يجتمع خروج الدم والصيام عليها لأن هذا يضعفها، ومثل إنزال المني هذا أيضا يبطل الصيام وهو خارج من الجوف. والله جل وعلا يقول: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه، فهذا من الشهوة المحرمة وهو يبطل الصيام، سواء كان باستمناء، سواء كان استخراج المني باستمناء أو بجماع. فإن كان باستمناء فهو يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط وعد التوبة إلى الله، وإن كان بجماع فهو يوجب التوبة إلى الله وقضاء اليوم والكفارة ويعتق رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وكذلك من الخارج الذي يفطر الصائم استخراج الدم الكثير من البدن، إما بالحجامة وإما بالسحب الطبي، سواء يريد أن يسعب به المريض أو يريد به العلاج لسحب الدم، هذا يفطر الصائم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحجامة تفطر الصائم لأنه أخرج الدم الذي به قوته، والصيام يضعفه فلا يجتمع عليه هذا وهذا. أما إذا انجرح وخرج منه دم بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه، لأنه بغير اختياره أو حصل له رعاف ونزف منه دم بغير اختياره، هذا لا يفطر الصائم. ومن الخارج الذي يفطر الصائم التقيؤ، وهو استفراغ ما في المعدة من طعام أو شراب، هذا إذا تعمده فإنه يبطل صيامه. أما إذا ذرعه القيء وغلبه بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه. هذه المفطرات باختصار. نعم، أحسن عليكم. وهذا سامي يقول، وقد صدر سؤاله بقوله وهو كذلك قول كثير من السائلين: أشهد الله أني أحبك في الله. ثم يقول: ما رأي فضيلتكم في النخامة، وخاصة أنها تعم بها البلوى، وبالنسبة لي يصعب علي التحرز منها، وهذا الأمر يفتح لي باب الوسوسة، فما قول فضيلتكم؟ أبدا، هذا أمر سهل ولله الحمد، إن تمكنت أن تلفظها الفظها، وإذا لم تتمكن وذهبت إلى جوفك بدون تعمد فلا بأس بذلك ولا يكون عندك وسواس. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: صلاة المرأة في الحرم المكي أفضل أم في بيتها؟ لا شك أن صلاتها في بيتها أفضل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أن يخرجن تفيلات، بيوتهن خير لهن، المسجد الحرام وفي غيره. وصلاتها في مكة صلاة في المسجد الحرام ولو كانت في بيتها، لأن المسجد الحرام يعم جميع الحرم، ما داخل الأميال كله من الحرم، وكله يضاعف فيه العمل والصلاة والفرائض والصلوات، فهي على أجر وتحصل على المضاعفة وهي في بيتها، وتحصل على الستر أيضا. نعم، أحسن لكم. هذه أسئلة وردت عن زكاة الراتب الشهري، كيف تكون؟ والله الراتب الشهري والدخل اللي يتكرر هذا هو معروف، القاعدة أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول،
هذه القاعدة. لكن كونه يبي يزكي كل ما تم حول على مبلغ يصعب عليه، لأن ضبط هذه الدواخل الشهرية ضبطها ضبط حول كل مبلغ منها يصعب عليه. فالأحسن ما أفتى به علماؤنا أنه يخصص شهرا من السنة كشهر رمضان مثلا، ثم يزكي ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة القادمة، يجعل هذا الشهر موسما لإخراج زكاة ما لديه من المال المجتمع سواء تم حوله أو لم يتم، لأن هذا أسهل عليه. نعم، ويبرئ ذمته أيضا. نعم، أحسن عليكم. وهذا سؤال أيضا متعلق بالزكاة. يقول السائل: اشتريت قطعة أرض منذ 8 سنوات بغرض التجارة، فهل عليها زكاة وما مقدارها؟ لا شك أن كل سنة تمر عليها هي الزكاة، لأنها سلعة، لأنها عرض من عروض التجارة معدة للبيع. وطريقة الزكاة أنه يسأل عن قيمتها في كل سنة، يقومها كل سنة بما تساوي، لأن سعرها يرتفع وينخفض، فيقومها كل سنة بما تساوي في تلك السنة أو في هذا الوقت، فيخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل صام أول الشهر في دولة بعيدة ثم أتى إلى هذه البلاد، فلما أهل هلال شوال فإذا به لم يصم إلا 28 يوما، فما حكم ذلك؟ حكم أنه يفطر مع المسلمين، يفطر مع المسلمين ويقضي يوم إذا كان صيامه أنقص من الشهر يوم أو يومين يكمل بعد العيد، ولا يكون صائما يوم العيد والناس مفطرون، لا يجوز هذا، عليه أنه يفطر ويقضي، يقضي ما يكمل له الشهر. نعم، أحسن عليكم. هذا سؤال يقول: من استمنى في نهار رمضان فهل عليه كفارة مع قضاء؟ سمعتم الجواب، هذا حرام، يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء، وليس عليه كفارة، لأن هذا ليس جماعا وإنما هو شهوة فقط. نعم، وهذا سائل يقول: لقد نذرت أن أفعل عبادة الصوم إن فعلت تلك المعصية. لقد نذرت أن أصوم. نعم. إن فعلت تلك المعصية وقعت والعياذ بالله في ذلك الأمر ولم أفي بالنذر، فماذا علي؟ هذا ليس نذرا وإنما هو يمين، فعليه كفارة يمين، عليه يكفر كفارة يمين، لأنه لم يقصد بهذا الصيام تقرب إلى الله، وإنما قصد به منع نفسه من هذا الشيء ولم يمتنع، فهو يمين، عليه كفارة يمين. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد وصيام 3 أيام. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الأسهم، كيف تكون زكاتها؟ والله الأسهم أنا لا أدخل فيها لأني متوقف فيها، ولا أدخل فيها بجواب ولا فتوى، لأنها أصبحت نوعا من القمار ونوعا من الجهالة والغرر والربا والأمور الفظيعة، وليس فيها تقابض وليس فيها قبض شيء، ولا إنما هي كلام في كلام. نعم، أحسن الله إليكم. وبعد أن استعرضنا الأسئلة المتعلقة بالصيام والزكاة، هذا سائل يقول البعض من الناس إن الرد على المخالف مصادرة للرأي الآخر وسبب للتفريق بين المسلمين، فكيف الرد على هذه الشبهة؟ الله جل وعلا رد على المخالف في القرآن الكريم، ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد عليه الأئمة والعلماء، فهل معنى هذا مصادرة الرأي؟ هذا معناه بيان الباطل والرد على الباطل وبيان الحق، وهذا لا بد منه، هذا لا بد منه، لا بد من بيان الحق ورد الباطل، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: يقوم بعض سائق الليموزينات بتعليق خرق سوداء في مؤخرة السيارة، ويغلب على ظني أنها من التمائم الشركية، فهل يشرع لي أن أقوم بقطعها دون إذن صاحبها؟ إذا تحققت
أن هذه الخرق فيها اعتقاد فلا يجوز لك أنك أنت تقطعها، إنما يزيلها أهل الحسبة، فعليك أن ترفع بهذا الأمر إلى أهل الحسبة أو إلى الإفتاء وينظرون فيها ويجرون عليها ما يلزم. ما هو كل واحد يزيل الشيء بيده إلا إن كان له رأي له إلا إن كان له ولاية، مثل رجل الهيئة أو رجل الحسبة أو ولي الأمر، هم الذين يزيلون باليد، وإلا يحصل فوضى. إذا قطعت الخرقة جاك وضربك ولا جرحت، وهم من أنت ضربتهم من حصل فتنة، لكن لو أزالها رجل الحسبة ما يقدر يمد يده عليه. فعليك إذا تحققت إن هذا الخرقة لاعتقاد سيء فعليك أن تبلغ الذين يملكون إزالتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أخرج بعض الكتاب مؤلفا يقرر فيه عدم وجوب الصلاة في المساجد، فكيف الرد عليه؟ هذا ما يحتاج رد عليه، هذا هو رد على نفسه. إذن نهدم المساجد لأن ما لها فائدة ولا قيمة، والمسلمون كانوا غالطين في بناء المساجد والإنفاق عليها، هذا كلام باطل، وهو يعرف أنه باطل، إلا إن كان هو جاهل مركب، الجاهل يحصل منه أكثر من هذا. أما إن كان عنده علم وبصيرة فهو يعرف أنه مخطئ. نعم. أحسن لكم. هذا سائل يقول: بدأ ينتشر في بعض المساجد التوسع الظاهر في تصوير بعض المحاضرات وحفلات تحفيظ القرآن الكريم بالكاميرات العادية وكاميرات الفيديو، فما رأي فضيلتكم؟ أما التصوير فلا يجوز، التصوير الذي يحتفظ به هذا لا يجوز. أما نقل المحاضرات والخطب، نقلها الحي المباشر، هذا قد يكون أنه أسهل، وهذا يفعل في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، النقل المباشر والبث المباشر، والذي لا يحتفظ به ويجعل في صناديق ويحفظ هذا لا بأس به. إنما هو وقت العبادة ووقت يبث على الناس يشاهدونه وينظرون إليه لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما تتعرض له بلادنا من حملات شرسة على عقيدتها وثوابتها والدعوة التي قامت عليها دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكيف نواجه هذه الحملات؟ هذا ليس بغريب، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان المنافقون يقولون وماذا كان الكفار يقولون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون دائما مستهدفون من أعدائهم. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا ليس بغريب، وهذه المملكة ليست في شك من أمرها ولله الحمد، بل هي على قاعدة ثابتة وعلى دين حق ودعوة مباركة، ليست في شك من أمرها وليست على خطأ، وإنما هي على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يؤثر عليها نباح الكلاب أو كلام الأعداء، كله هذا إنما يرجع على أهله، وإنما يضرون أنفسهم. ولهذا قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: هل من يموت بحادث سيارة؟ إحنا ما نتوقع منهم المدح، إحنا ما نتوقع منهم إلا الذم، ما نتوقع منهم أن يمدحوننا، ولا نبيهم يمدحوننا أيضا، ما نبيهم يمدحوننا، إحنا نريد وجه الله عز وجل، ما نريد مدح لا منهم ولا من غيره. نعم. أحسن عليكم. يقول السائل: هل من يموت بحادث سيارة يعد من الشهداء قياسا على من مات بالهدم؟ نعم، هو من مات بحادث مفاجئ كالغرق والحريق والهدم وحوادث السيارات وهو من المسلمين ومن المؤمنين،
فإن له أجر الشهيد إن شاء الله. نعم. ويقول السائل أيضا: هل رجال الأمن الذين قتلتهم الفئة الضالة الشهداء؟ إن شاء الله، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله أو شهيد، ومن قتل دون أهله أو شهيد. فهؤلاء يدافعون عن حرمات المسلمين ويردون الصائل عن المسلمين، فهم شهداء إذا صلحت نياتهم، إذا صلحت نياتهم فنرجو لهم الشهادة بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدافعون عن حرمات المسلمين. نعم. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم بيان شرك المحبة، وما هو الفرق بينه وبين عشق الصور الجميلة، وما الخلاص من ذلك؟ شرك المحبة هو المحبة مع الله جل وعلا، المحبة مع الله، لأن المحبة التي معها ذل وخضوع هذه خاصة بالله عز وجل، فمن أحب شيئا وذل له وخضع هذا هو الشرك الأكبر، كالذين يحبون الأصنام ويخضعون لها ويخافون منها هذا شرك أكبر. أما محبة الشهوة التي ليس معها ذل ولا خضوع هذه محرمة، محرمة، إذا كانت شهوة محرمة فهي محبة محرمة. أما المحبة في محبة الأشياء التي ليس فيها إثم، محبة الطعام والشراب، محبة الأولاد، هذه محبة الوطن، هذه محبة طبيعية، محبة طبيعية مباحة، ليس فيها إثم وليس فيها أجر، محبة مباحة. المحبة تنقسم إلى هذه الأقسام. نعم. محبة العشق إذا كان ينظر في الصور المحرمة فهي محرمة، لأن محبة شهوة، شهوة محرمة ونظر محرم، والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر ليس عن المرأة فقط، وإنما حتى عن الصور، حتى عن الصور الفاتنة، تغض بصرك عنها ولا تناظرها ولا تأمل فيها، سواء كانت على الأوراق أو كانت في الفضائيات أو في البث أو على الشاشة، كل هذا من النظر المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها، وهل لها شرب الزعفران مع القهوة وتمشيط شعرها؟ أما تمشيط شعرها وإصلاحها فلا بأس به، إلا أنها ما تستعمل فيه الطيب، ما تستعمل الطيب لا في رأسها ولا في بدنها، وهي محدة، تتجنب الطيب بأنواعه، ومن ذلك شرب ما فيه طيب أو رائحة الطيب كالزعفران وغيره مما فيه رائحة طيب، تتجنبها المرأة المحدة. نعم. أحسن عليكم. هذا سائل يقول: كنت مسافرا إلى المنطقة الشرقية وأقمت بها عدة أيام، وأثناء عودتي حضرت صلاة الظهر فصليت. يقول: كنت مسافرا إلى المنطقة الشرقية وأقمت بها عدة أيام، وأثناء عودتي حضرت صلاة الظهر فصليتها مع العصر. حضرتها وصليت الظهر مع العصر. أين؟ قبل أن أتحرك من المنطقة، فهل هذا صحيح؟ تعيد السؤال. يقول: كنت مسافرا إلى المنطقة الشرقية وأقمت بها عدة أيام، وأثناء عودتي يقول حضرت صلاة الظهر فصليت الظهر والعصر مع بعض قبل أن أتحرك من المنطقة، فهل هذا صحيح؟ كانت إقامتك طويلة، أزود من 4 أيام، فلا يجوز لك تجمع العصر مع الظهر وأنت لم تخرج من البلد ولم تتحرك السفر، مجرد نية فقط وأنت مقيم، أزود من 4 أيام ما تجمع. أما إذا كنت سافرت وطلعت من البلد وأردت أن تصلي فإنك سافرت الآن، باشرت السفر، يجوز لك الجمع والقصر. نعم. أحسن عليكم. هذا أما إذا كانت إقامتك قليلة 4 أيام فأقل، أو ما نويت إقامة محددة، فلا بأس أن تجمع، لا بأس أن تقصر وتجمع، لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقك. نعم. وهذا سؤال ورد عن طريق شبكة الإنترنت، يقول السائل: ما رأيكم في الحوار
مع بعض الفرق الضالة أو أصحاب الفرق الضالة عبر الإنترنت. الحوار الذي يقصد به بيان الحق ودحض الباطل وإقامة الحجة، هذا لا بأس به. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الحوار الذي يقصد منه بيان الحق ودحض الباطل لا بأس به مع الكفار ومع أهل الضلال ومع الفرق الضالة، ولكن لا يتولاه إلا أهل العلم، ما يتولاه الجهال أو المثقفون أو المفكرون، إنما يتولاه أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون الحجج والأدلة والبينات، لئلا ينتصر عليهم الخصم بجهلهم وعدم فقههم فيعتبر هذا نقصاً على المسلمين. ما يدخل في الحوار إلا أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة، ويكون الحوار بقصد بيان الحق ودحض الباطل كما ذكرنا. ما إذا كان القصد من الحوار التراضي بيننا وبينه ونقول كل على مذهبه وكل ونتحاور من أجل التراضي، فهذا لا يجوز، هذا من المداهنة، هذا مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ لا تجوز المداهنة مع أهل الضلال وأهل الكفر. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف نرد على من زعم بأن دعوة جماعة التبليغ دعوة صحيحة؟ من واقعها نرد عليه، من واقعها إذا كانت دعوة التبليغ أو غير دعوة التبليغ على الكتاب والسنة وتهتم بالعقيدة والدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والبدع والمحدثات فهي دعوة صحيحة. أما إذا كانت ليس فيها اهتمام بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا تنهى عن الشرك وإنما غرضها التجميع فقط فهذه دعوة ضالة، التبليغ وغيره. فنحن عندنا الميزان للدعوات وهو الكتاب والسنة والدعوة إلى العقيدة والنهي عن الشرك وعن البدع والمحدثات وتنقية الدين مما نسب إليه وليس منه، فهذه دعوة صحيحة وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سار عليها فهو على منهج صحيح. أما من خالف هذه الدعوة وذهب يدعو إلى أشياء محدثة أو مناهج جديدة ليست من السنة ولا من عمل الرسول ولا من عمل أصحابه فهي دعوة مردودة، سميها بأي شيء. نعم طيب، ولعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ولا نطيل على الشيخ ونشق عليه، جزاه الله خيرا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وبارك فيه وفي بقية علمائنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.